واش رايك في واش رايك في هذه الحاجه؟ قضيه الحرس البلدي دائم نديروا لجان مكلفين بالمشطوبين بالمعطوبين. انا نقولها ونعاودها، الفوضى شامله تخدم قضيه الحرس البلدي. يخليونا نخدموا، يخليونا نخدموا. الطريقة اللي درنا اليوم الوقفة الاحتجاجية اللي دارت اليوم في ولاية سمسيد هي اللي تكون رسالة لوزارة الداخلية لتاخذ القرار النهائي في هذه القضية تاع المجلس. احنا بالنسبة للتنسيقية، تنسيقية الحرس البلدي راهي رافضة والقاعدة راهي رافضة هذا المجلس. إذا كان الوزارة خذت قرار على الشيء اللي وقع اليوم في تسمسيد، جاب لي ربي ما راح يكون حتى وقفة واحدة أخرى. هذه الرسالة موجهناها للوزارة، وأنا نظن الوزارة راح تاخذ القرار تاعها ان شاء الله نهائي.